فالتكامل الثلاثي بستخدمه في ايه؟ بستخدمه ان انا اجيب حجم او ان انا اجمع كميه ما على حجم. يعني ممكن هو يديلك كتله ويقول لك جيب لي الماس بتاعت الكتله دي، فبيديلك الكثافه كداله في الاكس والواي، وانت بتجمع او بتكامل الكثافه density كفانكشن في الاكس والواي والزد على الفوليوم بتاعك. خلاص. طيب عندنا ثلاث نظم للاحتياط في 3D، الكارتيزيان اللي احنا متعودين عليه، والسلندكر اللي هو تعميم البولر، والسفارك اللي هو جديد بالنسبه لنا. ففي بعض المسائل بتبقى اسهل بكتير ان احنا نحلها بالسفارك على طول، فاحنا لازم نميز امتى نستخدم السفارك على طول. في بعض المسائل بيسهل بكتير ان احنا نحلها بالسلندكر، في مسائل ما بتحلش غير بالكارتيزيان اساسا. طيب الكارتيزيان كورنيت سيستم كلنا عارفينه، باخد النقطه بقيس المسافه بين النقطه والاكس واي بلين، يبقى هي دي الزد. بعد كده بسقطها على الواي اكسس، المسافه بين المسقط والواي اكسس هي الاكس، والمسافه بين المسقط والاكس اكسس هي الواي. تمام. طيب ايه ميزه بقى النظم الاحتياط الكارتيزيان ده؟ ان انا لو عايز امثل الاكس بتاع كونستنت ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن مستوى بالشكل ده، صح ولا لا؟ مش اكس بتاع كونستنت، هيبقى مستوى موازي للواي زد بلين. لو اكس بتاع سي اكس بتاع زيرو هيبقى هو الزد واي بلين في حد ذاته. تمام. طيب واي بيساوي كونستنت هيبقى عباره عن ايه؟ مستوى موازي لمين؟ للاكس زد بلين. يعني ده موازي للزد واي، وده موازي للاكس واي، للاكس زد اسف. طيب زد بيساوي كونستنت اللي هو عباره عن مستوى موازي لمين؟ للاكس واي بلين. طيب نفترض عندي مكعب، المكعب ده في الفراغ حدوده عباره عن ايه؟ اكس بيساوي كونستنت واكس بيساوي كونستنت، واي بيساوي كونستنت واي بيساوي كونستنت، زد بيساوي كونستنت وزد بيساوي كونستنت. يبقى ابسط شكل ممكن اجيبه في 3D باستخدام الكارتيزيان كوردينتس هو عباره عن ايه؟ المكعب. تمام. طيب ننقل على السندكل. انا يهمني ان احنا نبقى فاهمين كل احداثي يمثل ايه، وان انا لو ثبتت الاحداثي وحطيته بثابت ده هيكون لي سطح، السطح ده شكله ايه؟ ليه بقى؟ لانه ما يكون عندي توليفه من الاسطح دي بستخدم الايه نظام الاحتياط بتاعه. يعني ايه؟ لو انا عندي مكعب يبقى استخدم الكارتيزيان. تمام. طيب هنا عندي اسطوانه هستخدم ايه؟ ثابت اسطوانيه. ار بيساوي كونستنت بتاعه عباره عن ايه؟ مش دايره، دايره في 2 دي، لكن في 3 دي اسطوانه. الاسطوانه دي ارتفاعها كام طيب؟ ما نهايه بالظبط، هي مكمله من ناقص انفيتي لغايه من زد ناقص انفيتي لانفيتي. خلاص. ايه الثابت اللي فيها؟ هو الار. الار بيساوي الكونستنت اللي عندنا. تمام. طيب ايه السطح سيتا بيساوي كونستنت؟ ده عباره عن خط برضو في 3 دي يا جماعه، في 3 دي كل واحد من دول عباره عن سطح، مفيش منحنيات، لا ده منحنى ولا ده منحنى ولا ده منحنى. زمان مثلا كان اكس بيساوي ثابت ده عباره عن ايه؟ خط افقي. دلوقتي بقى عباره عن ايه؟ مستوى، مش افقي بقى، مستوى امامي. تمام. يعني في وشكم فرونت كده في الوش. تمام. فدلوقتي انسى انه اي حد من دول يبقى عباره عن منحنى، كل واحد من دول عباره عن سطح، وانا عايز اشوف كل سطح من دول شكله ايه، وتوليفه من الاسطح دي شكلها ايه، تكون لي فوليوم. هو ده بقى ابسط فوليوم ممكن اجيبه باستخدام ايه؟ نظام الاحتياط ده. طيب سيتا بيساوي كونستنت، حد يقول لي عباره عن ايه؟ مستوى عمودي على المستوى اكس واي، وبيمر بمين؟ محور زد، وعامل زاويه مقدارها سيتا مع مين؟ مع اتجاه موجب لمحور اكس. مش هيبقى، ما يبقاش عمودي على اكس واي، مش هيبقى سيتا بيساوي كونستنت، مش هيبقى سيتا بيساوي كونستنت. لا، انا عايز مسقط كل نقطه على المستوى تبقى عامله نفس السيتا. فانت لو ميلته نقط كتير هتبقى كل نقطه ليها ايه؟ سيتا مختلفه. متخيلين يا جماعه انه اي نقطه هنا اهو لو اسقطتها، اولا النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، كل واحده فيهم بعدها عن المحور مختلف، فبالتالي الار بتاعتها مختلف، كل واحده فيهم ليها ارتفاع مختلف،
يبقى الزاد بتاعتها مختلف. امال ايه اللي ثابت بالنسبه لها؟ ان انت لو النقطه دي اسقطتها على الاكس واي بلين وصلت ما بين المسقط والنقطه الاوريجن هتعمل خط، الخط ده عامل زاويه ثابته مع محور اكس. تمام. طيب زد بيساوي كونستنت ده شكله ايه؟ زي ده ماشي، ده ما اتغيرش. طيب احنا قلنا احنا ليه بناخد الثلاث اسطح السبيشال كيسز دول؟ عشان لما نعمل توليفه منهم خلاص هيدي لك فوليوم، الفوليوم ده اول ما تشوفه تقول خلاص هستخدم نظام الاحتياط ده. طيب اعملوا لي توليفه من ايه؟ من الاسطح دي هيبقى عندك ايه؟ حته تورته مقطوعه او سلايس بيتزا بس سمكها يعني سيجنيفيكنت كده، متخيلين؟ طيب اللي مش متخيل، انت عندك اسطوانه خلاص، اسطوانه دي مكمله من اقصى الفيتي للفيتي، انت حددتها من زد بيساوي زيرو لزد بيساوي كونستنت ماشي، فبقت عباره عن ايه؟ تورته كامله. هي اسطوانه كانت عباره عن تورته ارتفاعها لا نهائي، قطعتها بمستويين زد بيساوي زيرو زد بيساوي كونستنت موجب مثلا، فيبقى عندك تورته كامله بس ايه ليها ارتفاع ثابت. قطعت بقى جزء من التورته زي ما اي حد بيقطع جزء من التورته، فانت قطعت بسيتا بيساوي كونستنت وسيتا بيساوي كونستنت. تمام. يبقى التورته دي جزء من التورته ده هو ابسط شكل ممكن اوصفه بايه؟ في السنتيكال كورنتس. خلاص. طيب يجي بقى بالنسبه للسفيركال كورنتس. السفيركال كورنتس بجيب احساسه النقطه ازاي؟ بوصل مباشره ما بين النقطه بتاعتي والاوريجن، والمسافه دي هي اللي بسميها رو اللي هي بالازرق، مسافه مباشره. لكن هنا كنت بسقط الاول على الاكس واي بلين وبعد كده اجيب المسافه ما بين المسقط والايه والاوريجن، هي دي كانت بسميها ار. لكن الرو هنا هي عباره عن ايه؟ المسافه المباشره ما بين النقطه والاوريجن. طيب وبعد كده بسقط لا قبل ما اسقط اسف بجيب الزاويه ما بين الخط الوصل ما بين النقطه والاوريجن خلاص، وما بين الزد اكسس رئيس الزاويه دي هي دي الفاي بتاعتها. بعد كده بسقط واجيب الزاويه اللي واصله ما بين الاوريجن ومسقط النقطه مع الاتجاه موجب للمحور اكس واسمي الزاويه دي ايه؟ سيتا. تمام. طيب كونك تفهم الاحساسات السفيريكال كورنز دي كويس مهم جدا. الرينج مثلا بتاع الروم كام لكام؟ من زيرو للانفينيتي. طيب الرينج بتاع الفاي من زيرو لباي، هشرحها دلوقتي. الرينج بتاع السيتا من زيرو 2 باي. طيب اشرح لكم تاني السيتا والرو والفاي دول بيتقاسوا ازاي. نفترض انه طرف القلم ده هي النقطه اللي انا عايز اجيب الاحصائيات بتاعتها في السفيريكال كورنتس. تمام. والقلم الاسود هو مين؟ هو الزد اكسس. تمام. مين بقى القلم الازرق ده؟ طوله هو الرو. تمام. طيب الزاويه اللي عاملها القلم الازرق ده مع القلم الاسود، القلم الاسود هو اتجاه الموجب لمحور زد، الزاويه دي هي مين؟ هي الفاي. طيب الفاي دي بتغير من كام لكام؟ نفترض ان القلم الازرق والقلم الاسود منطبقين على بعض خلاص، يبقى الفاي دي بكام؟ بصفر. طيب كده الفاي دي موجبه بس اقل من 90. طيب كده الفاي دي ب 90. طيب كده اكبر من 90 بس اقل من 180 ماشي، يبقى هي ما بين باي اوفر 2 وباي. طيب كده باي. مين بقى الخط الازرق ده؟ ده عباره عن الاتجاه السالب لمحور زد، والخط الازرق والاسود اتجاه موجب المحور ايه؟ محور زد. طيب لو زودت الزاويه كده خلاص، هل اقول انه الفاي بتاعتي اكبر من 180؟ لا، قسها من الناحيه الثانيه هتبقى برضو اقل من 180، فهي بتوصل ل 180 وبعد كده لو زادت عن 180 احسبها من الناحيه الثانيه فتبقى اقل من 180، فهي دايما اقل من 180. طيب ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق بينهم في مين؟ الفاي. الفاي هي اللي بتلف كده خلاص. يبقى تاني يا جماعه، السيتا بتلفف لي القلم كده خلاص. طبعا الار بتعمل ايه؟ بتطول وتقصر القلم. الرو اسف بتطول وتقصر القلم. الفاي الفا كده خلاص لغايه ما توصل ل 180، لو زادت عن 180 لا احسبها من الناحيه الثانيه هتبقى اقل من 180. ده بالنسبه للفاي. بالنسبه للسيتا بتلف ايه؟ بتلف كده. طيب ممكن الف كده من كام لكام؟ انا الريست بتاعي اخره 180 درجه. تمام. بس عامه
هي بتلف كام؟ 360 درجة كاملة حوالين المحور ايه؟ حوالين المحور الزمني. خلاص؟ يبقى خد بالنا الرو من 0 لانفينيتي، الفاي من 0 لباي، وبعد ما تزيد عن باي بحسبها من الناحية التانية فبتفضل اقل من باي، والثيتا من 0 ل 2 باي. طيب التلاتة دول بقى مهمين قوي. حد يقول لي رو بيساوي كونستنت ده عبارة عن ايه؟ سفير. سفير مركزها نقطة ايه؟ نقطة الأصل. تمام، يبقى هنا رو بيساوي كونستنت. طيب فاي بيساوي كونستنت، ده ظريف جدا عجبني. لا مش نص مستوى، في واحد قال كون. كون ده كده عبارة عن كون ازاي؟ كونه مكمل لغاية انفينيتي، بس الزاوية دي مثلا الزاوية دي ثابتة، يعني دي فاي بيساوي كونستنت. طبعا هنا الفاي كده اقل من 90، لو زاد 90 هيبقى ايه؟ كون بس لتحت. تمام، هو في الحقيقه ده هاف كون، ودي ايه؟ سفير. متخيلين يا جماعه السيتا بيساوي كونستنت، يبقى انت مثبت السيتا. طب ثبت السيتا هكون لك ايه؟ مثبت الفاي، اسف، مثبت الفاي، وبغير في الار وبغير في السيتا، بغير في الرو، يبقى انا بطول وصغر القلم الازرق ده، ماشي، بس انا مثبت في مين؟ في الفاي، وبغير في السيتا، فده عباره عن كون بس ممتد لغايه انفينيتي. خلاص؟ طيب بس هاف كون، لان الكون معادلته اللي احنا متعودين عليها اللي هي زد تربيع بيساوي اكس تربيع زد، زد تربيع بيساوي اكس تربيع زد واي تربيع، دي عباره عن نصين، نص ابر ونص لور. نص الابر يبقى فاي ما بين الصفر و90، ونص اللور يبقى فاي ما بين 90 والايه؟ 180. طيب هقول لكم حاجه ظريفه، فاي بيساوي 90 ده عباره عن ايه؟ ده حاله خاصه بقى، يعني فاي بيساوي كونستنت ما بين الصفر و90، ده كون فوق، كونستنت ما بين 90 و180 ده كونستنت تحت، فاي. طيب بصوا، فاي بيساوي كونستنت، والكونستنت ده خليه مثلا ما بين الزيرو و 90، ده كده ابر ايه؟ كون، ابر هاف كون. طيب سيتا بيساوي 90 ده، حد قال حاجه؟ معلش انا كنت مركز في الكتابه. سيتا فاي بيساوي 90، اكس واي بلين، برافو. اي حاجه على اكس واي بلين، خلاص، اي نقطه على اكس واي بلين لو وصلتها بالاوريجن، خلاص هتلاقي الخط الازرق ده عامل زاويه كام؟ 90. عامل زي ما يكون كون كبير قوي كده، بس انت فتحته للاخر خالص، فبقى عباره عن ايه؟ مستوى. هو مش دايره كمان، اصل انت اول ما اقول لك كون انت بتفتكر ان هو ليه حدود، فبالتالي ليه كده ادج دائري، لا ده كون امتد لغايه ما النهايه، فهي دايره الريديوس بتاعها ما لا نهايه، وكل النقط اللي جواها معايا. اوكي؟ طيب لو السي بتاعتي حاله خاصه ثانيه، السي ما بين الباي على 2 والباي، تمام، لور كون، لور هاف كون. طيب السي بيساوي باي، دي قلناها ونسيت نقول سيتا بيساوي صفر او فاي بيساوي صفر. تمام، خلاص كده فاي بيساوي صفر، ده عباره عن اتجاه موجب من محور زد، فاي موجبه ما بين الصفر و90 ده هاف كون بس ابر، وفاي بيساوي 90 ده عباره عن اكس واي بلين، فاي ما بين 90 وال180 بس لا تساوي 90 ولا تساوي 180 ده لور كون، وفاي بيساوي 180 ده عباره عن النيجاتيف دايركشن من الزد اكسس. اوكي؟ طيب سيتا بيساوي كونستنت، هو ده
تمام؟ طيب وانا بحل على التكامل الثنائي كنت متعمد ان نجيب حجم باستخدام التكامل الثنائي ويبقى الحجم معقد، تمام، نستخدم الكارتيزيان كورنتس ويبقى الشكل بتاعنا معقد، فبالتالي المسائل المعقده اللي احنا حليناها دي تعتبر مسائل تكامل ثلاثي، تمام. فتحبوا نسكيب الجزء ده ونبقى نحل المسائل على السندكال والسفيركال على طول؟ ايه رايكم؟ طيب ماشي، بحل مسألة عن إيجاد الحجم باستخدام الكارتيزيان كوردينتس، ولأنه هو بالنسبة لنا مش جديد، ما يفرقش خالص عن التكامل الثنائي. يفرق في إيه؟ بصوا، الفوليوم بيتجاب باستخدام التكامل الثنائي بالشكل ده. ماشي؟ طيب كام بيستخدم بيتجاب باستخدام التكامل الثلاثي باستخدام الكارتيزيان كوردينتس بالشكل ده؟ حيث ان الدي في عباره عن دي زد وبعد كده دي اي، تمام؟ وبتكامل بالنسبه لزد من كام لكام؟ حسب بقى ظروف المساله. يبقى ده بدايه ايجادك للحجم باستخدام التكامل الثنائي هو ده، بس بتحط جوه التكامل الثنائي ايه؟ الارتفاع اللي هو فرق الزد بتاعت السطح الفوقاني ناقص الزد بتاعت السطح التحتاني، تمام. طب لو استخدمت التكامل الثلاثي وقررت ان انت تستخدم كارتيزيان او حتى سلندريكال، هتكامل بالنسبه للزد الاول اغلب الظن، بس مش لازم، تمام. فما تكامل بالنسبه للزد بتكامل مين بقى؟ بتحط جوه التكامل ايه؟ واحد. فبتكامل واحد بالنسبة لزد، فنتيجة التكامل بالنسبة لزد زد بتعوض بالحد الفوقاني نص حد التحتاني، هيدي لك ايه؟ التكامل ده. عشان بس ما حدش يقول لك ايه الفرق، ما ازاي بجيب الحجم باستخدام التكامل الثنائي والتكامل الثلاثي. التكامل الثنائي تحط جوه التكامل الثنائي فرق الزد بتاع السطحين، في التكامل الثلاثي تحط جوه التكامل الثلاثي ايه؟ واحد. طيب لو انا بقى اديتك التكامل ده على طول وشلت لك الواحد دي وحطيت بدلها اي حاجة، خلاص يبقى هو التكامل الثلاثي جاهز، تمام. والحاجه دي لو هي تمثل كثافه يبقى انا بجمع كثافه على فوليوم، يبقى انا بجيب كده ماس على حسب الفيزيكال مينينج بتاع الفانكشن اللي جوه، تمام. نتيجه التكامل هيبقى ليها فيزيكال مينينج ينعكس يعني او يعني يتبع الفيزيكال مينينج بتاع الايه؟ بتاع الداله اللي جوه التكامل. اوكي؟ طيب نحل مساله كارتيزيان رخمه جدا. طيب المسألة دي جبتها في الكويز بتاع سكشن مستكاشن، تمام، بس أنا كنت رسم له الفوليوم، يعني رسم له الشكل كفوليوم. إيه اللي مطلوب منه؟ إن هو بس يكتب لي التكامل خلاص بحدوده، يكتب لي كده تكامل ثلاثي بحدوده أو ثنائي. طيب هرسم الرسمة على طول.
بصوا يا جماعه، المستوى بالاحمر ده اللي هو معادلته اكس بلس واي بيساوي 1، برسمه ازاي؟ برسمه في الاكس واي بلين كخط مستقيم، مش هو المعادله بتاعته فيها اكس واي بس، يبقى ارسمه كمنحنى في الاكس واي بلين. هو طبعا عباره عن خط مستقيم بيقطع الاكس اكسس فين؟ عند اكس بيساوي 1 والواي بيساوي 0. بيقطع الواي اكسس فين؟ عند واي بيساوي 1 والاكس بيساوي 0. وصل النقطتين دول ببعض، يبقى كده جبت خط. بس انا عايز ارسمه في 3 دي، امده بارل لمين؟ محور زد. ليه بقى امده بارل لمحور زد؟ لان المعادله بتاعته ما فيهاش زد. معنى كده انه زد بصفر؟ لا، معنى كده انه زد بتاخد ايه؟ جميع القيم الممكنه من ناقص انفينيتي لانفينيتي. فانت تاخد الخط ده تمده من ناقص انفينيتي لغايه انفينيتي. بس هو بيقول لك موجود في الربع، في الثمن الاول. اوكتنت يعني ثمن. يعني ايه ثمن اول؟ يعني اكس اكبر من صفر وواي اكبر من صفر وزد اكبر من صفر يساوي واكبر يعني. تمام؟ طيب، فيبقى هو ده المنحنى اللي هو الايه، او مش منحنى، اسف، السطح اللي هو بالاحمر ده، اللي هو اكس بلس واي بيساوي كام؟ يساوي 1. طيب بعد كده ارسم ده، زد بيساوي 1 ناقص اكس سكورت. دي معادله بتربط ما بين الزد والاكس، ما فيهاش مين؟ ما فيهاش واي. فانا لو رسمتها في ال 2 دي هرسمها كمنحنى في الاكس زد بلين، هرسمها كمنحنى في مستوى اكس زد. طيب ده عباره عن منحنى ايه؟ بارابولا. ما هكتبه بالشكل ده، زد بيساوي اكس كورد او واي بيساوي اكس كورد، بارابولا بصه لفوق. زد واي بيساوي نيجاتيف اكس كورد، بارابولا بصه لتحت. واي ناقص 1 بيساوي نيجاتيف اكس كورد، بارابولا بصه لتحت بس طالعه مسافه 1 لفوق. بس شلنا الواي، حطينا بدلها زد. ما هي حوالي محور زد فعلا. ليه بقى؟ انا اسف، الرسمه مش واضحه. هي دي بارابولا ومكمله الناحيه الثانيه، يعني هي المفروض لما اجي ارسمها، طيب هرسمها لوحدها كده. تمام؟ وبعد كده مدها ايه؟ على الواي. تمام. موازي المحور واي. متخيلين يا جماعه؟ فانا كنت رسمتها لوحدها كان بالشكل ده. دلوقتي انا واخد بس نصها الامامي. يعني ايه نصها الامامي؟ يعني قاسمها بالمستوى زد واي، واخد الجزء اللي فيه الاكس موجب، وشايل الجزء اللي ورا. بالظبط كده. تمام. طيب هو في كم سطح في الليله دي كلها؟ تمام. تمام، يبقى هما السطحين دول وفي ثلاث اسطح تانيين اللي هما اكس بيساوي 0 وواي بيساوي 0 وزد بيساوي 0. يبقى انت عندك اكس بيساوي 0 وواي بيساوي 0 وزد بيساوي 0 وزد بيساوي 1 ماينس اكس كورد. و هكتبه بقى، هو اكس بلس واي بيساوي 1، بس هكتبه، اقول لك اكتبه ازاي. هكتبه واي بيساوي 1 ماينس اكس. تمام، هي دي الاسطح كلها اللي هم خمس اسطح اللي حادين الحجم بتاعي. في حد مش متخيل الحجم قبل ما نكمل؟ اول ثلاثة. هو بيقول لك الثمن الاول، الثمن الموجب، او خليها بوزيتيف او فيرست، مش تفرق. يعني ايه الثمن الموجب في الفراغ؟ يعني الاكس اكبر من صفر وواي اكبر من صفر وزد اكبر من صفر. تمام. فانا رسمت اكس بيساوي صفر واي بيساوي صفر وزد بيساوي صفر، دول ثلاث اسطح مع السطحين دول، يبقى خمس اسطح. ماشي. ايه هم الخمسه؟ الازرق والاحمر، وفي الاكس زد بلين اللي هو واي بيساوي صفر، وفي الاكس واي بلين اللي هو زد بيساوي صفر، وفي الزد واي بلين اللي هو اكس بيساوي صفر. نرسم لك خط مدينام بارل زد اكسس. هو هيكمل بس هيطلع بره الايه؟ السندكال بارابولا دي، بارابوليك سلندر، هي اسمها بارابوليك سلندر فعلا، هيطلع بره فوقيها. تمام. فاحنا عايزين نوقفه عند التقاطع. اللي انا رسمه ايه التقاطع ده؟ رسمه بايه؟ خط منقط كده، احمر واسود في نفس، احمر وازرق في نفس الوقت. خلاص، متخيلين الحجم يا جماعه قبل ما اكمل ولا لا؟ هو مش سهل، يعني انا معترف ان هو مش سهل،
تمام؟ عايزين نجيب الحجم ده. حد يقترح بقى هنسقط على الاكس واي بلين ولا نسقط على الاكس زد بلين ولا نسقط على الزد واي بلين؟ اكس واي بلين. اكس واي بلين هايل هيبقى عنده ايه؟ زد واي. حلو. طيب خلينا نمشي مع باشمهندس الاول. هو قال لك على الاكس واي بلين لما تسقط الفوليوم على الاكس واي بلين هيشوف المثلث ده بس كده، المثلث ظريف خلاص. فتعال نسقط على ايه؟ على الاكس واي بلين. يعني ايه تسقط على الاكس واي بلين؟ يعني تكامل بالنسبه لمين الاول؟ بالنسبه للزد الاول. يبقى الفوليوم بتاعي بيساوي التكامل الواحد دي زد دي اكس دي واي او دي او دي واي دي زد دي زد اسف دي اكس دي واي دي واي دي اكس مش فارقه تمام. طيب هنكمل نسبه للزد بكام لكام؟ الزد بيساوي زيرو لواحد ماينس اكس كوارت. تمام. طيب انا حامل الزد بيساوي زيرو كده بلون مختلف اللي هو ايه؟ خلاص. يبقى مين الارضيه بتاعت الفوليوم ده؟ الاكس واي بلين اللي هي لونها بالاخضر. تمام. طبعا هو المفروض المستوى الاخضر ده مكمل، بس انا دلوقتي بتكلم بس ايه عن يعني هيتحدد بالاريا اللي احنا هنكمل عليها دلوقتي. تمام. طيب بكامل الواحد طبعا، وبعد كده هكامل نسبه الاكس والواي. تمام. لسه ما حددناش، بس هنعمل اريا كده في الاكس واي بلين هنشوف شكلها ايه. تمام. طيب كام بالنسبه كام الواحد بالنسبه لاكس؟ بالنسبه لزد اسف زد عوض من اللي فوق. تمام. نظير. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هرسم لكم في الاكس واي بلين بس هرسم الاكس لتحت والواي لمين. فرقه مش فرقه. وبعد كده اوصل خط كده ماشي اللي هو مين؟ الخط ده. تمام. طيب انا هكمل هنا بالنسبه للاكس ولا بالنسبه للواي الاول؟ مش هتفرق. فتعال نكمل بالنسبه للاكس الاول. ده معادلته ايه؟ هو الخط الافقي زمان كان معادلته اكس بيساوي ايه؟ كان واي بيساوي كونستنت، بس ده اكس بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. تمام. وده تمام. يبقى من اكس بيساوي زيرو لاكس بيساوي واحد ناقص واي. طيب بالنسبه لواي بقى من كام لكام؟ خلي بالك النقطه دي كام وكام؟ زيرو وواحد، والنقطة دي هي دي واحد وزيرو، النقطة دي زيرو واحد. طيب فأنا هكمل من هنا لهنا، هنا الواي بيساوي كام؟ صفر، وهنا الواي بيساوي كام؟ واحد. تمام؟ هعرف أجيب الفوليوم بكام؟ خلاص؟ طيب كان في حد قال لك نسقط على الأكس زد بلين. بلاش زد واي، اسمع كلامي، اسمع نصيحتي. تعال نسقط زد اكس سهله، هيبقى نص بروبلم. تمام. طيب تعال نسقط على الايه؟ زي ما انتوا قلتوا كده على الاكس زد بلين. لما نسقط على الاكس زد بلين هيبقى عندنا حاجه بالشكل ده. مش هنسيب، مش عايز كلام بعد اذنكم. خلاص. مين البلازر ده؟
طيب مين اللي تحت ده؟ طيب يبقى حول ان الفوليوم بتاعي عباره عن تكامل دي واي وبعد كده دي زد وبعد كده دي اكس. هنا بقى تفرق دي اكس دي زد ولا دي زد دي اكس، لانه الشكل بتاعي يعني اسهل ان انا اكمله بالنسبه لزد الاول بعد كده بالنسبه لاكس. طيب هكمل بالنسبه لواي، من واي بيساوي كام لواي بيساوي كام؟ مين الواي اللي على الشمال؟ زيرو. مين الواي على اليمين؟ واحد ناقص اكس. يبقى من واي بيساوي زيرو لواي بيساوي واحد ناقص اكس. وبعد كده هكمل بالنسبه لزد، زد بيساوي كام؟ زد بيساوي كام؟ زد بيساوي زيرو، زد بيساوي واحد ناقص اكس كورد. وبعد كده كام بالنسبه للاكس؟ من زيرو لواحد. ليه؟ لان النقطه دي خلاص الاكس بيساوي زيرو والزد بيساوي كام؟ الاكس بيساوي واحد والزد بيساوي زيرو، اللي هو القاطع ده مع ده. تاني الاكس بيساوي واحد والواي بيساوي زيرو والزد بيساوي زيرو. انت بتجمع حاجه على الاريا، يعني هنا النتيجه دي مش تطلع القاعده في الارتفاع في نص. انت ما كانش ينفع تضرب واحد في واحد وفي نص، يعني نتيجه التكامل ده مش هيطلع بنص. لو حطيت ده بواحد يبقى نتيجه التكامل ده هيطلع بنص. خلاص نحسب فوليوم، فبنجمع حاجه على فوليوم، والحاجه دي مش يونيفورم على الاريا اللي هي مسقط الفوليوم. تمام؟ هتبقى مأساة، تبقى مأساة بمعنى الكلمة. طيب بصوا خلينا في الايه، في الحالتين اللي احنا عملناهم لغاية دلوقتي. انا هرسم بس الرسمة دي تاني. بصوا الطريقه ايجاد الحجم او تكامل على الحجم من غير ما تصرف في 3 دي، تصرف في 2 دي بس. خلاص عندك كام هنا منحنى او كام سطح؟ اسف، 5. دور على متغير يكون موجود في معادلتين فقط، بس معادلتين فقط، ويكون الاس بتاعه بواحد، الواي والزد. فتعال نبتدي بالزد اهو، الاثنين دول ماشي. انا مش عايز ارسم في 3 دي، انا هرسم بس هرسم في 2 دي ماشي. فاقول تاني يا جماعه، هبص على المعادلات كلها بتاعه الاسطح، ادور على متغير موجود في معادلتين بس ويكون كمان الاس بتاعه بواحد، ما يكونش موجود في معادله، ما يكونش موجود في 3 معادلات، يكون بالظبط في معادلتين. تمام؟ لا اكتر ولا اقل. خلاص طيب بعد كده استبعد المعادلتين دول اللي هم فيهم الزد، هيبقى عندي كم معادله؟ 3 معادلات. دول الثلاث معادلات دول ما فيهمش زد، يبقى هرسمهم فين؟ في الاكس واي بلين. هيبقى عندي كده عباره عن ايه؟ مساحه. لو المساحه دي مغلقه يبقى انا هكمل على المساحه دي. تمام؟ المفروض بقى ازود على المساحه دي تقاطع الاثنين دول. خلاص؟ فتقاطع الاثنين دول هيبقى عند اكس يساوي 1 وواي بيساوي 1. عند اكس يساوي 1 واكس بيساوي سالب 1. بعيد عن المساحه بتاعتي. تاني. بدور على متغير موجود في معادلتين فقط. شلنا المعادلتين اللي فيهم المتغير ده، ارسم المعادلات الثانيه في 2 دي، فبقى عندي مساحه. المساحه بتاعتي بقى هي دي اللي هكمل عليها او جزء منها. خلاص اعرف ازاي بقى انا هكمل عليها كلها ولا جزء منها؟ اقاطع المعادلتين اللي انا كنت استبعدتهم. اقاطعهم ازاي؟ اتخلص من الزد. لما اتخلص من الزد هيبقى عندي معادله فيها ايه؟ اكس وواي عامه المفروض، لان دي زد فانكشن في اكس وواي ودي زد فانكشن في الاكس وواي. لما اسيبهم ببعض هيبقى عندي معادله فيها اكس وواي بس، ارسمها. لو رسمتها ولقيتها بعيده عن المنطقه بتاعتي اطمن جدا، خلاص يبقى هاخد المنطقه بتاعتي دي هي اللي هكمل عليها. خلاص كملنا على المنطقه دي، خلاص جبنا كده جبنا الفوليوم خلاص من غير ما نرسم في 3 دي. طيب
تعالوا نكرر الكلام ده بس بالنسبه للواي. ليه؟ لان احنا قلنا ايه، دور على متغير يكون موجود في معادلتين فقط ويكون بالظبط في معادلتين، لا في معادله ولا في ثلاث معادلات. يعني مين بقى تاني غير الزد؟ الواي. يبقى ده زد بيساوي زيرو، ده زد بيساوي 1 ماينس اكس كورد، يبقى مين بقى؟ الواي. استبعد الاثنين دول وارسم مين؟ الثلاث منحنيات اللي فيهم اكس وزد بس، ارسمهم فين؟ في الاكس زد وبلين. طلعت ايريا مغلقه، اول ما الاقي ايريا مغلقه اطمن شويه واقول غالبا هي دي الايريا اللي كامل عليها. في حاجه قلقاني، ايه بقى اللي قلقاني؟ ان التقاطع بتاع دول يكون بيقطع الايريا دي. التقاطع بتاع الاثنين دول بكام؟ اكس واحد هنا اهو، ما مش بيقطع على طرفها، يبقى انا في السليم، يبقى هي دي الايريا اللي كامل عليها بس كده. لو قطعها يبقى هاخد جزء من الايريا. انهي جزء بقى؟ على حسب ظروف المساله. هنا بقى بتفشل الطريقه دي، او بيبقى يعني ايه مش سيستماتيك قوي يعني. خلاص، يبقى الطريقه دي بتفيد في ايه؟ او بتفيد امتى؟ اسف، خلاص، او بتفيد في ايه؟ ان انا مش هرسم في 3 دي، هرسم في 2 دي بس. بتفيد امتى؟ لو لقيت متغير موجود في معادلتين بالظبط. ايه انت عايز طب انت مش عارف ترسمها خالص، تمام؟ يبقى ما لا يدرك كله لا يترك كله، ده هو ده اللي عايز اقوله يعني. لو يعني طيب، لو بصيت بقى على الاكس، الاقي ان الاكس موجوده في كام معادله؟ 3. هي دي بقى مشكله. فما ينفعش اكمل بالنسبه للاكس الاول، ما ينفعش اسقط على زد واي بلين. هو ينفع بس بقى رخمه جدا، تمام؟ طيب الثلاثه دول، طيب الثلاثه دول معناهم ايه؟ طيب لما كانوا اتنين بس معناهم ايه؟ معناه ان انت عندك سطح واحد وسقف واحد، فالموضوع ايه؟ ظريف بالنسبه لزد، صح؟ ده الارض وده الايه؟ ده السقف، تمام؟ لما كان في اتنين واي بس، ففي حيطه يمين وحيطه شمال، خلاص؟ لما يكون بقى في كذا اكس، معنى كده ان انت عندك ايه؟ حيطه ورا اللي اكس بلس صفر، وحيطتين قدام اللي هم دول. لو انت بصيت على الفوليوم بتاعك في حيطه ورا، مين حيطه ورا؟ زد واي بلين اللي هي اكس بلس صفر. في حيطتين في وشك، الازرق والاحمر، خلاص؟ فتضطر تقسم التكامل بتاعك الى ايه؟ تكاملين. طيب المساحه بتاعتي في الزد واي بلين هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى مربع، بس المربع ده مقطوع بده. طيب هرسمها بس انتوا ال لا بس هي ليها متعه ملهاش فايده. طيب لو انتوا بصيتوا على المنحنى اللي هو الاحمر وازرق ده، خلاص، ده اجيب معادلته ازاي؟ احل المعادله دي مع المعادله بتاعه دي بتاع ده، خلاص، يعني احل ده مع ده. طيب نحلهم، نتخلص من الاكس ولا نتخلص من الواي ولا نتخلص من الزد؟ تعالوا نتخلص من الاكس، تمام؟ فتعالوا نحل المعادلتين دول، اكس بلس واي بيساوي 1 مع زد بيساوي 1 ماينس اكس كورد. عايز تخلص من مين؟ من الاكس. يبقى اشيل الاكس هنا واحط بدلها ايه؟ بدل 1 ماينس اكس كورد 1 ماينس، تمام، فكي لي المعادله دي، ماينس 2 واي زائد ايه؟ واي سكورد. الواحد تروح مع الواحد يبقى عندك ايه؟ تمام؟
ده ايه؟ سؤال حلو قوي. ده قطع مكافئ بس انت مش واخد بالك. اعمل له كم مربع؟ هي كده صح؟ ماشي. يبقى هو عبارة عن ناقص افتح قوس كبير y squared minus 2y. ماشي، اعمل كم مربع اللي جوه ده؟ ناقص y ناقص 1 كلها تربيع minus 1، وزع الماينس دي. طيب ماينس في ماينس 1 هتبقى ايه؟ بوزيتيف 1، حطها تمام بيساوي. ده عباره عن ايه؟ بروبلم مركزها 1 و1 تمام، محورها موازي لمحور زد، بصه لتحت تمام، فهي عامله كده. بس انا واخد جزء ايه؟ جزء الشمال تمام. طيب هقسم القيمه بتاعتي جزئين، اللي هيكمل لي بقى التكامل الثلاثي بقى ويقول لي بقى هيبقى شكله ايه في الحاله دي، هياخد فول مارك في الكويز او في درجه اعمال السنه كلها. يلا عمسه بتاعت السكاشن طبعا، هي دي اللي في ايدي. يلا مش هنسيب، اكتب لي الفوليوم خلاص، بس اسقطه على الاكس على زد واي بلين. يلا مش هنسيب، مش حد متحمس ان هو ياخد فول مارك في ال... اكتبها بقى، ما انت اكتبها زد، دي زد ولا الاكس؟ الازرق. حلو، حلو صح خلاص. اه طيب مش هنسين الجزء ده، ده عباره عن ايه؟ شايفين مسقط السطح الازرق ده؟ لو فعصته كده على الزد واي بلين هيدي لك ايه؟ هيدي لك المنطقه دي تمام. طيب الجزء اللي هو الاحمر ده لو فعصته كده على الزد واي بلين هيدي لك ايه؟ هيدي لك الجزء ده. طيب في الجزء ده انت عايز تقول انه الارتفاع بتاعك عباره عن ايه؟ اكس الكبيره ناقص اكس الصغيره خلاص. مين اكس الكبيره؟ الاكس بتاعت الازرق ده اجيبها منين؟ من هنا. طيب حد يجيبها لي من هنا. موجب جذر واحد ناقص زد، موجب جذر واحد ماينس زد. طيب الاكس الصغيره اللي هي الجزء المربع اللي ورا ده اللي هو ايه؟ اكس هي صفر تمام. طيب بعد كده حكايه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لزد، وبعد كده بالنسبه لواي. من زد بيساوي كام؟ من زد بيساوي 1 زائد واي ناقص 1 كلها سكويرد لغايه زد بيساوي 1 تمام. والواي بكام لكام؟ من 0 1 زائد التكامل الثاني. ها مفيش حد ليه نفسه في اي درجات؟ ايوه اكتب ايه طيب جوه التكامل؟ واحد ماينس واحد فانس لورا. ماشي لورك ماشي. اه خلاص وباشمهندس ماشي انت لا عشان دخلت قبل كده في الكويز تمام. كده هقول ايه؟ هقول الاكس اللي قدامي. مين الاكس قدامي في وشي؟ الاكس الاحمر ده اللي مين؟
اكس بيساوي 1 ناقص واي ناقص الاكس اللي ورا. الاكس اللي ورا اللي هي مين؟ زيرو. تمام كده ده عباره ارتفاع الحجم. تمام اجمع الارتفاع على الاريا يبقى كده جبت الفوليوم. تمام طب اجمع الاريا ازاي؟ دي زد دي واي. تمام اكمل بالنسبه لزد من كام لكام؟ من زيرو. زد بيساوي 1 ماينس 1 ماينس واي اول سكويرد او واي ماينس 1 اول سكويرد. طيب بعد كده اجمع بالنسبه لواي من كام لكام؟ من زيرو. تمام يبقى انا كده جبت الايه؟ الفوليوم. خلاص ليه حصلت المشكله دي؟ لان انا عندي ثلاث معادلات فيهم اكس. اللي هي دي؟ ها؟ ما؟ البارابولا. خلاص؟ لا مش سهله خالص. بس ظريفه. مين قال لك ايه فايده ان احنا نسقط على الزد واي بلين؟ خلاص؟ فايدتها ان انت تتخيل يعني مسقط شكله ايه؟ يعني شكله ظريف، انا شايف ان هو شكله ظريف. تمام. طيب لا هو بصراحه دي مسائل يعني مستوى يعني ان شاء الله ما يجيش في الامتحان. تمام. طيب نحل بقى مسائل اللي هي سيلندريكال. لا 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 يزنقك في الحته دي بالعكس. ده هو على فكره هو عايز يلبس الناس اللي مش شاطره قوي في الصعب، فيخلي الصعب ده هو يسقط على اكس واي بلين. ليه؟ لان انت اول حاجه بتفكر فيها ان انت تسقط على ايه؟ اكس واي بلين. فيخلي المساله متصممه بحيث اسقاط على اكس واي بلين ده يبقى ايه؟ صعب جدا. خلاص فالصعب جدا ده يا الا اللي بيحل مش فاهم فيعك اي حاجه يكتب كده تكامل شكله سهل بس اساسا غلط، مش هو ده اللي بيحسب الفوليوم. يا الا اذكى شويه فبالتالي ايه هيلبس في 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 الجزء الصعب ده. خلاص لكن احنا عايزين الشاطر يعمل ايه؟ ياخد السهل، ياخد السكه السهله. خلاص ودي فعلا يا جماعه عامه في اي ماده. خلاص فعلا انت بتاخد سبيشال كيس او كيس مشهوره وبعد كده يبقى في الامتحان كيس غريب عنها، فعايز يخلي معظم الناس داخله في الكيس اللي ايه مشهوره تلبس في الحيطه عطو. خلاص الذكي ياخد سبيشال كيس ثانيه تبقى اسهل اساسا بكتير في الحل. هو عايز تحل حل بسيط بس فكره تكون ايه بدايه الحل. طيب طيب مش هنسين. عندي اسطوانه وعندي كوره وعايز اجيب الحجم اللي بره الاسطوانه وجوه الكوره. تمام. طيب الاسطوانه كانت شكل ظريف قوي ده انا اوصفه بالحسابات الاسطوانيه، كانت عباره عن ار بيساوي كونستنت، والكوره اللي مركزها نقطه الاصل برده شكلها ظريف قوي في الحسابات السفاريكال عباره عن رو بيساوي ايه كونستنت. طيب لما يكون عندي اسطوانه وكوره هستخدم سفيريكال ولا استخدم السندكال؟ ايه رايكم؟ تعال نعمل استفتاء. سفيريكال. لا استنى، لا الزد في السندكال هتبقى سوي كويسه، الزد بتاعت السفير في السندكال هتبقى ايه؟ هتبقى كويسه. طيب تعالوا نرسم وبعد كده نشوف.
طيب مش هنسين الكرة بالأزرق والسندكل بالأخضر، وعايز الفوليوم اللي بره السندكل بره السلندر جوه الايه؟ جوه السفير. يبقى انا عايز انهي فوليوم؟ ده ولا ده؟ ده تمام. السفير ماينس السلندر. طيب يبقى هو عباره عن ايه؟ شايفين المنطقه دي؟ تمام. فانا عايز المنطقه اللي هي فوقيها وتحتيها يعني، خلاص جوه الكوره بس بره الايه؟ بره السلندر. طيب اقول لكم حاجه، نفترض ان انا عايز اكل تفاحه بس الجزء اللي في النص ده بعمل ايه؟ بجيب كده اسطوانه وايه شايلها زي بتاعه التقوير دي، خلاص قورت الجزء اللي في النص ده وشلته، تمام بقى عندي تفاحه من غير ايه؟ الجزء اللي في النص ده اللي متاكلش. التفاحه دي عايز اعرف حجمها كام، تمام خلاص. طيب هستخدم انهي احتياجات؟ حد يقول لي؟ انا لا، السفركل هتبقى رخمه جدا. ليه بقى؟ في السفركل ده شكله ظريف جدا، ده رو بيساوي 2. طب انزل لفوق لا 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 لا، هنستخدم سيندكل. فاولا ايه الاريا اللي انا هكامل عليها؟ او هكامل نسبه الزد الاول مين؟ والفوليوم بيساوي تكامل نسبه الزد وبعد كده دي ايه. ماشي، سيبك من دي ايه، دي هتحسب ازاي؟ الزد من كام لكام؟ سالب 2 ل 2. لا دي باستخدام السلندكال عباره عن ايه؟ عباره عن اكس سكورد بس واي سكورد، عباره عن ار سكورد بلس زد سكورد بيساوي 4. السلندكال زي البولر، تمام، بشيل اكس حط بدل ار كوزاين وشيل واي حط بدل ار ساين، هو ده اللي عملته في المعادله دي. طب الزد بسيبها زد، بقت معادله المفروض يبقى فيها اكس فيها اس اس اف ار وثيتا وزد، تمام. جيب الزد لوحدها تبقى موجة او سالب جذر 4 ماينس ار سكويرد. طيب الباشمهندس قال لك من ناقص 2 ل 2 هو كامل من اقصى يعني اقل ارتفاع تحت لاقصى ارتفاع فوق، بس انا اساسا الارتفاع بتاعي بيتغير. هل النقطة اللي تحت دي على طول ثابت الزد بتاعتها بنجد في 2؟ لا. وهل النقطة اللي فوق دي على طول الزد بتاعتها باتنين؟ لا، الزد بتاعتها بتتغير على حسب هي مكانها فين في الاكس واي بلين، على حسب الار بتاعتها. كل ما تقرب من محور زد كل ما الايه؟ تمام، يعني حطيت الار بيساوي صفر هتبقى اقل ارتفاع بنقص 2 واقصى ارتفاع بكام؟ باتنين. خلاص؟ طيب يبقى هنكمل بين الاتنين دول وخلاص كده واضح ان احنا قررنا ان احنا نستخدم الايه؟ سلندكر. طيب الار من كام لكام؟ من 1 ل 2 والثيتا من 0 ل 2 باي. جت منين؟ هما الدايرتين دول يا جماعه. الدائرة الأخضر دي أجيبها إزاي؟ أجيبها في البولر إزاي؟ R سكور بيساوي 1، يبقى الR بيساوي كام؟ تمام؟ طب الدالة الزرقاء
بص اولا تحط الزد بيساوي صفر هنا تبقى ار سكور بيساوي كام؟ 4. يبقى الار بيساوي كام؟ ار بيساوي 2. خلاص بس فهكامل ان ار بيساوي 1 ل 2 والثيتا من 0 ل 2 باي يبقى كده جبت الفول. الزد هنا من نيجاتيف روت 4 ناقص ار سكور لموجب بوزيتيف روت. دايما يا جماعه الكوره بيبقى ليها نص تحتاني نص فوقاني، نص التحتاني زد بيساوي نيجاتيف روت والنص الفوقاني زد بيساوي بوزيتيف روت. المعادله بيبقى فيها اكس تربيع واي تربيع وزد تربيع، بس انت لما تجيب الزد لوحدها خلاص هتبقى بوزيتيف روت ونيجاتيف روت، نيجاتيف روت هو اللي تحت وبوزيتيف روت اللي فوق. تمام؟ طيب كان ممكن تستغل التناسب وتضربها في 4. خلاص تضرب في 8 وتخلي ده من صفر لغايه بوزيتيف. تمام؟ طيب تعالوا ناخد مساله فيها كون وكره. قول يا شمس. من صفر الموجب ومن صفر باي على 2. من صفر باي على 2 وضرب في 4 ومن صفر الموجب الجذر وضرب في 2 يبقى كده ضربت في 8. بس على فكره استخدام السيمتريه ده خطر جدا. ليه؟ عشان تضمن السيمتريه تشتغل صح لازم يكون الشكل متماثل والداله اللي انت بتكملها متماثله. خلاص انا هنا بكمل واحد ماشي، بس ساعات بيبقى انا مديلك تكامل ثلاثي على حجم عادي جدا متماثل، يعني ممكن اضربه في 4 واكمل على ربع الايه حجم، بس الداله نفسها مش متماثله. يعني ايه داله مش متماثله؟ يعني في الربع الاولاني مش شبه الربع الثاني، فبالتالي ما ينفعش اضرب في 2 اضرب في 4 واكمل في ربع واحد فيهم. تمام؟ الداله نفسها تبقى ايفن سيمتريكال والاريا اللي انا بكمل عليها برده سيمتريكال. هنا الداله بواحد فبالتالي سيمتريكال. خلاص فماشي، بس مش دايما الحكايه دي بتحصل. لا اقول لك اصعب حاجه ايه؟ الرد على هزار بعض الطلبه. طيب يا باشمهندسين تعالوا نحل المساله دي مع بعض. عايز اجيب الحجم اللي تحت كون ده كون وفوق الاكس واي بلين وجوه الكوره دي. تمام؟ طيب حد فاكر يا جماعه الكون او هاف كون كان معادلته ايه في السفيركال كورنتس؟ الكلام اللي ضيعنا فيه وقت في الاول. فاي بيساوي كونستنت. حلوه. تمام. طب الكوره المركز نقطه الاصل رو بيساوي كونستنت. تمام حلوه. تمام غالبا هستخدم ايه؟ سفيريك. طب تعال نرسم. عندنا كون بيقول لك انت تحت الكون وفوق الاكس واي بلين وجوه الكوره. تعال نرسم الكوره مثلا بالشكل ده.
تمام. في طبعا تقاطع الاثنين دول اللي هم عباره عن دايره بالشكل ده. فين الفوليوم اللي انا عايزه؟ ده. طبعا انا ما رسمتش الكره كلها لان هو بيقول لك ايه اباف الاكس واي بلين، تمام. فانا عايز الجزء الفوقاني من الكوره، تمام، ابقى جوه الجزء الفوقاني من الكوره، تمام، وتحت مين؟ تحت الكون. خلاص. دلوقتي الكوره دي معادلتها ايه؟ طيب نسينا بس نقول ازاي بنحول من كارتيزيان، من سيرفس مدهولك بالكارتيزيان كورنتس الى السفيرال كورنتس. هتشيل الاكس وتحط بدلها رو ساين فاي كوزاين ثيتا، وتشيل واي وحط بدلها رو ساين فاي ساين ثيتا، وتشيل الزد وتحط بدلها رو كوزاين فاي. خلاص. لما تعمل الكلام ده في المساله دي تطلع لك رو سكوير بيساوي 4، يبقى رو بيساوي كام؟ 2. طيب بالنسبه لده اللي هو الكون نفسه، ده معادلته ايه؟ اكس سكوير بلس واي سكوير بيساوي زد سكوير. تعال ناخد معادلته كده على جنب ونطبق في الحكايه دي. نشيل كل اكس وحط بدلها رو ساين في كوزاين، شيل كل واي وحط، شيل اكس واي والزد وحط بدلهم قيامهم مقابلة ليهم، وشوف المعادله هيبقى شكلها ايه. اللي جاي ده يا جماعه مهم جدا، الحامل دلوقتي مهم جدا. اشيل اكس وحط بدلها رو ساين فاي كوزاين ثيتا، كل الكلام ده سكويرد، زائد اشيل واي وحط بدلها الكلام ده، يبقى رو ساين فاي ساين ثيتا اول سكويرد بيساوي زد سكويرد. يبقى بيساوي ايه؟ بيساوي رو كوزاين فاي او رو سكويرد كوزاين سكويرد فاي. تمام. صح ولا لا؟ انت عندك هنا كوزاين سكوير ثيتا وهنا ساين سكوير ثيتا، مجموعهم هيبقى بكام؟ 1. بس هما الاثنين مضروبين في مين؟ رو سكوير ساين سكوير فاي. طب في الطرف اليمين رو سكوير كوزاين سكوير فاي، الرو سكوير تروح مع الرو سكوير. خلاص. هيبقى ساين سكوير بيساوي كوزاين سكوير، او ساين بيساوي كوزاين وساين بيساوي نيجاتيف ساين وساين بيساوي نيجاتيف كوزاين. خلاص. خلي بالك دي جت من التربيع. هنا الفاي بيساوي كام؟ 45. واحنا كنا اتفقنا ان الكون معادلته بقى فاي بيساوي ثابت، يبقى دي عباره عن فاي بيساوي كام؟ باي اوفر 4. تمام. الكلام ده ايه؟ طيب يبقى الفوليوم بتاعي مش هستخدم خالص الكارتيزان ولا هستخدم السلندكر، هستخدم السفيريكال على طول. هقول ان انا عندي تكامل. طبعا احنا نسينا نقول ان الدي في في حاله السلندكر عباره عن ايه؟ رو سكويرد ساين فاي دي رو دي فاي دي ثيتا. ده يا جماعه هو الجاكوبيان، مش هنسين. عارفين ده جه منين؟ مش جاكوبيان. مش عارفين انه دي اكس دي واي بيساوي جاكوبيان من اكس واي ليو في بعد كده تضرب في دي يو دي في؟ ده اللي احنا عملناه بس عممناه بقى اكس واي وزد، يبقى دي اكس دي واي دي زد بيساوي جاكوبيان مضروب في مين؟ دي رو دي فاي دي ثيتا. طب الجاكوبيان ده عباره عن ايه؟ تفاضلات المتغيرات القديمه بالنسبه للمتغيرات الجديده، وتحطها في محدد هتلاقي النتيجه دي ايه وصلت لها. تمام. طيب يبقى هنا رو سكويرد ساين فاي دي رو دي فاي دي ثيتا. عايز حد يقول لي بقى حدود الرو من كام لكام؟ حدود
تمام. ليه بقى؟ اصل الشريعة بتاعتي بتبقى عبارة عن شعاع بالشكل ده. مش عايزين فوليوم لتحت، بوصل كده شعاع من نقطة الاصل لغاية ايه؟ السطح البعيد في الفوليوم بتاعي. تمام؟ الشعاع ده الرو بتاعته بتغير من صفر لغاية كام؟ لغاية 2. طيب بعد كده السيتا بتاعته يعني القلم الاخضر ده حركه من فاي بيساوي كام لفاي بيساوي كام؟ من فاي بيساوي، لا خلي بالك الفاي بتتقاس من ايه؟ من زد اكسس، وبتبقى يعني القريب لزد اكسس البعيد من 45 لباي على 2. فاكرين بقى مين الباي على 2؟ مين سيتا فاي بيساوي باي على 2؟ مستوى اكس في باي بلين عملناه في الاول خالص. تمام تمام. ومين فاي بيساوي باي على 4؟ كون. طب السيتا 0.2 باي. طيب لو انا كنت قسمتها سلندكر كان هيبقى شكلها ايه؟ قول يا باشمهندس. سؤال الكون الشكل ده باي 4، هقول دلوقتي كون مختلف مش هيبقى باي 4. طيب عايزين نستخدم السلندكر، هو فعلا بلاش بس يعني جوه الدايره دي فين السقف بتاعي؟ كون. ما بين الدايره الحمراء والدايره الزرقاء السقف بتاع الكوره. طيب في الحالتين الارض بتاعتي هي مين؟ اكس واي بلين. تمام كده. يبقى تاني يا جماعه جوه الدايره دي السقف بتاعي هو مين؟ الكون الاسود ده. طب الارض اكس واي، اكس واي بلين. طيب ما بين الدايره الحمراء والدايره الزرقاء السقف بتاعي هو مين؟ كورة. والارض بتاعتي تمام. فانا هقسمها تكاملين من ار بيساوي صفر لار بيساوي واحد، لا مش واحد، هقاطع الاثنين دول مع بعض واشوف بقى الار بكام، ومن قيمه التقاطع لار بيساوي كام؟ 2. تمام. وكده كده الثيتا من كام لكام؟ 0.2 باي. طيب بالنسبه لزد لو هي سلندكال كورنس فبكام بالنسبه لزد؟ هنا من زد بيساوي زيرو للزد بتاعت مين؟ اللي هي زد بيساوي ار. وبعد كده من زد بيساوي زيرو للزد بتاعت مين؟ اسفير اللي هي عباره عن جذر 4 ماينس ار سكويرد زي المساله اللي فاتت. خلاص؟ طيب طيب لو عايز الفوليوم اللي جوه هعكس، لو عايز اجيب الفوليوم من جوه لا اكيد السفاريكل. لو عايز الفوليوم اللي جوه، الفوليوم اللي جوه خلي بالك من حاجه، بس انا بس في حاجه مش موضحها. خلاص الفوليوم اللي جوه يبقى واخد ده كده. في سقف برضو عباره او مش سقف يعني في ار بيساوي او رو بيساوي اسف 2. خلاص ده عباره عن زي بيكون السقف بتاعي. تمام امتداد السفير. انا كنت شايله في الاول ليه؟ كنت بتكلم ما استثنيه، مستثني الكون باللي فوقيه، انا واخد اللي تحت الكون بقول لك بلو ذا هاف كون. تمام. طيب بصوا هعمل لكم جدول ظريف جدا. الجدول ده بيقارن ما بين الكون والسفير والسلندر في الثلاث نظم الاحداثيات. خلاص طيب في الكارتيزيان، في الكارتيزيان يا جماعه معدل الكون ايه؟ في السلندكر
تمام؟ يعني ده يتقسم الى زد بيساوي نيجاتيف ار وده زد بيساوي ار. مين زد بيساوي نيجاتيف ار؟ ده اللي تحت. ومين زد بيساوي ار؟ ده اللي فوق. طيب ونفس هنا فكره برضو، ده كان المفروض يتفك الى زد بيساوي نيجاتيف الروت وبوزيتيف الروت، وبرضو هيبقى الجزئين اللي فوق اللي تحت. تمام؟ طيب السفير معادلتها وال سوري سوري ده كده كون ماشي، هنا كارتيزيان وهنا ايه؟ سيلندريكال وهناك سفيريكال. الكون بقى في السفيريكال، الكون ده بالذات هيبقى عباره عن فاي بيساوي باي 4 وفاي بيساوي كام؟ نيجاتيف باي 4. مين اللي نيجاتيف باي 4 ده اللي تحت؟ مش نيجاتيف باي 4 اسف، 3 باي 4. مين 3 باي 4 ده اللي تحت؟ مين باي 4 ده اللي فوق؟ تمام؟ لو الكون اتغير، لو حطيت هنا رقم او هنا رقم مختلف عن الواحد، لا المعادلات دي هتختلف. تمام؟ طيب غير الكون عندنا ايه؟ السلندر. السلندر في الكارتيزيان شكلها ايه؟ طيب هنا؟ طيب هنا؟ لا معادلة قبيحة كده ملناش دعوة بيها خلاص؟ عمري ما قرر ان انا اجيب السلندر في السفيريكال كوينتس خلاص؟ لا مش مستحيل عادي تتجاب، بس هي معادلة مش ظريفة يعني خلاص؟ تفكيرك ما يقودكش ان انت تجيب السلندر في السفيريكال ايه؟ كوينتس. تمام؟ طيب بالنسبة للسفير طيب هنا تمام؟ هنا رو بيساوي ايه؟ طيب طيب لو عندي حجم محدد بكون وسفير زي المساله اللي فاتت دي، سواء الحجم اللي جوه او اللي بره خلاص، بكون وسفير خلاص، تعال نبص على الكون. ادي الكون اوكي، معادلته في السلندر ظريفه ومعادلته في السفيرك الايه ظريفه. تمام؟ طيب السفير اهو، ادي السفير معادلته في السلندر برضو ظريفه بس في السفيرك الايه اظرف، يبقى استخدم مين؟ السفيريكال. بص في السفيريكال السطحين بتوعي شكلهم ظريف جدا، فاي بيساوي كونستنت ورو بيساوي كونستنت. تمام؟ فلما يكون عندي كون وسفير استخدم على طول ايه؟ سفيريكال. ليه؟ لانه معادله السفير ظريفه جدا رو بيساوي كونستنت، ومعادله الكون ظريفه جدا فاي بيساوي كونستنت. طيب كون وسلندر، سلندر خلاص. طيب لا ما حليناش كون، حلينا كون مع سفير. تعال بص شايفين الاجل ايكويشن دي خلاص، السلندر ليها ايكويشن مش ظريفه في الايه؟ في السفيريكال صحيح. الكون ظريف، اسف الكوره ظريفه
تمام؟ ما انا عندي الاثنين دول خلاص. استخدم مين؟ سلندر. ليه؟ في السلندر خلاص السلندر ظريفه جدا صح. طيب بالنسبه للكره مش وحشه. تمام مش بطل. تمام فدي ثلاث حالات مشهوره قوي خلاص. بيجوا كتير. طيب هي الساعه كام دلوقتي؟ ما لاقي سلندكر بالظبط. هو الطاغي هو اللي بيفرض رايه فعلا. ليه؟ لانه هو ما بيحبش خالص الاسفاريكل خلاص.